هذا أول شيء الفم، وبعدين هذا المريء طبعا اللي يوصل الطعام من الفم إلى المعدة، بعدها المعدة، طيب، وأخيرا الـ12. متابعيني حبايبي، اليوم راح نسوي منظار المعدة. في البداية راح أقول لكم على الـ3 الأجزاء المهمة في الجهاز الهضمي اللي نفحصها لما نسوي المنظار العلوي. أي شخص يحتاج منظار المعدة في 3 أجزاء لازم نفحصها. طبعا هنا بنشوف الفم وتجويف الفم، طبعا على الساعة 12 هذا اللسان، راح ندخل فوق اللسان وندخل إلى الداخل، وهنا حنشوف الحبال الصوتية. لو رحنا عن طريق الحبال الصوتية المريض ممكن يكح. طبعا احنا المجرى عندنا المريء، هذا المريء وهو خلف القصبة الهوائية. طبعا راح ندخل إلى المريء ونشوف المريء كاملا إذا كان المريض عنده أي التهابات أو تقرحات. ندخل هنا، طبعا الجزء بين المريء والمعدة، طبعا هنا المعدة، نشوف إنه المريض هنا عنده قرحة، هذا القرحة، وندخل للداخل ونشوف البوليب أو الزائدة اللحمية، هذه هي الزائدة اللحمية. بعدها حندخل ونشوف انه برضو هنا في قرحة ثانية، هذه القرحة الموجودة في المعدة. طبعا هنا نشوف في كتلة موجودة في المعدة ولكن خلف جدار المعدة. هنا راح ندخل الى الـ12 عن طريق حلقة المعدة، وبنشوف انه المريض برضو عنده قرحة موجودة في الـ12. اوكي، راح ندخل ونكمل الفحص الـ12. هذه الفتحة هي البابيلا، وهي فتحة المادة أو العصارة الصفراوية وعصارة البنكرياس، تفرز من المنطقة هذه. وراح نكمل فحص الـ12 وندخل ونفحص الـ12 كاملا، وهنا طبعا النهاية. فبهذا الفحص نكون فحصنا المريء والمعدة والـ12. طبعا لازم نفحص واحنا خارجين كمان عشان نتأكد انه ما في اي التهابات، اي تقرحات او زوائد لحمية موجودة داخل الجهاز الهضمي او الجهاز الهضمي العلوي. وبكذا خلصنا فحص المعدة او الجهاز العلوي. وبس، وسلامتكم يا رب، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو بليز لايك وشير، ونشوفكم ان شاء الله على خير.